اخر التطورات واخر الجديد. انت صاحبي اللي براوش كفنا الاخوان التصوير وكفنا كل شيء لمده اسبوع لان طات واحد الحاجه ما كانش في الحسبان اللي الاخ ديالنا برقل دار اكسيدون وفرعون بالموتور واضطرينا نوقفوا. المهم كان فرعون صايق كسيره برقل طاح من الموتور. الحمد لله ما طرات شي حاجه غراف تقصح في دارو ما كانش شي حاجه غراف. 3 ايام ولا بخير البي سي ديالو تهرس مي الحمد لله ما جاتش في البي سي ما جاتش فيه هو برقل النظر انه مشى له البي سي ديالو بالتما ان شاء الله تقدم بس وكمل معنا الخدمه لان كون جات فيه هوايه تكون خايبه فهمتي لان غادي نضطر نوقفوا التصوير نوقفوا البرنامج نوقفوا كلشي غادي نشوف واحد البيسي جديد لما تقادش البيسي ديالو ديجا صيفطنا يتقاد ما تقادش غادي نشوف صراحه الاخوان تحدي صعيب ماشي ساهل كما كنت كنتسنى فهمتي على حقاش تيكونوا ديما بزاف ديال لي زام بريفي خصوصا ان راه جبنا 4 ديال الناس اللي ما عمر سافروا ما عمر كان عندهم حتى باسبور وكاين اللي فيهم ما عندوش حتى كونت بونكير شي حاجه ماشي ساهل صراحه حتى الاخوان ماشي كيف ما تخيلناه ولكن كما كتعرفوا الاخوان التجربه اللي درنا هي خديت 4 ديال الناس من المغرب جبناهم لتايلاند باش نعلموهم الاي كوميرس وغادي نصوروا ديك البيريود كامله بكل شيء اللي طرا فيها وغادي نبارطاجيو مع الناس باش هاد الشباب هادو نخليو منهم يكونوا دي زيكزومبل يعني كيف تشوفهم هما يقدروا يغيروا حياتهم حتى انت دير هذاك الشيء اللي تفرجتي فيه وحتى انت تقدر تغير حياتك وحتى انت يقدر تخلي الانترنت واحد المصدر ديال الدخل ليك وتقدر دير الانترنت خدمه بدل ما جالس كتضيع في الانترنت جالس كتضيع فيها الوقت ديالك. رينا جوج ديال الشباب بشكل عشوائي ما كنعرفوهمش تنخدم في مجال البناء مازال ما محتارش غير كنعاون المعلميه كنسكن في مدينه الحاجب كنقرا في جامعه مولاي اسماعيل تخصص اقتصاد. صديق ديالي هو اللي مشى كيدور في مدن اللي ما عنده فيها حتى شي علاقه اللي هي بوفكران الحاج وبدا كيدور تيتلاقى مع ناس مريحين في قهوه تيقول ليه السلام خويا شنو كدير ما كندير والو تيقول ليه واش باغي واش كتقلب على خدمه. هادو جوج ديال الناس اللي اختاريناهم بشكل عشوائي. عاد كاين الاخ ديالنا برقل والاخ ديالنا فرعون هادو اختاريناهم لانهم كيمثلوا واحد المجموعه ديال الشباب لان الفيديوهات ديالهم اليوم كيشوفوهم الملايين ديال المشاهدين وكيمثلوا واحد الناس اللي انا ندوي معاهم كما قلت في الفيديو السابق ما تسمعوش ليا ملي اجي نشوفوا ناس اللي بحالهم كيشبهوا ليهم يقدروا يديروا شي حاجه في حياتهم ويغيروا حياتهم حتى هما غادي ينوضوا يخدموا على راسهم وانا كتهمني ديك الفئه لانها فئه كبيره وجوج النقطه رقم جوج علاش اختاريناهم. تخيل معايا كون جبت 4 ديال الناس ما كيعرفهم حتى شي واحد اخرتها شنو غادي نلقى الا صاحبي هذوك الناس راه ديجا كيعرفوا لي كوميرس ودوك الناس ديجا طياره ودوك الناس راه ديجا صحاب ودوك الناس راه دماغ قدروا يديروه. دونك انا جبت واحد الجوج اللي كلشي تيقول لك لا شتي هادو هذا هو المثل اللي كيجي مستحيل هاد الجوج يتبدلوا شتي راه تبدل هاد الجوج غادي يتبدل الشعب كامل صافي هادشي علاش جبتو بالضبط هادشي علاش جبتو هاد الدراري لانه هما تيمثل واحد الفئه كبيره وملي كنقول شي واحد تيصيفط لي ميساج تيقول لي خويا راه ما كندويش لونجلي تقول لي ممكن تنجح بلونجلي ما تيتيقش تيقول لي شي واحد خويا انا خارج من التاسعه ابتدائي ما تيتيقش خويا انا راه تنعرف ندوي الدارجه والعربيه يكفي كافي انك تخدم في الاي كوميرس في الدول اللي فيها اللغه العربيه ما كيتيقش. وبالتالي جبنا دي زيكزومبل ديال الناس اللي واحد الفئه كبيره وكنشكر هاد الجوج ديال الناس كيمثلوهم كيمثلوا هاد الفئه كبيره من الشعب فهمتي يعني كيلبسوا بحالهم انا تنلبس عادي ما تنلبسش تجين مقطع ما تنديرش حتى انا بحال هكا فهمتي عندي الاخ ديالي تيدير حتى انا بحال هكا فهمتي ما تنتفاهموش. وبالتالي خاص شي واحد اللي غادي يدوي مع الجيل ويأثر فيهم خاص يكون شي واحد بحالو. انا غادي ناخذ جوج ديال الشباب غادي نغيرهم غادي يوليو دي زيكزومبل وهما غادي يأثروا في واحد الامه ديال الناس وهذا هو الهدف الاخوان من الاختيار ديال جوج الناس بحال هكا وجوج الناس بحال هكا. كان ممكن نختار 4 بشكل عشوائي مطلق ولكن في الاخر تسمع الا هادوك ديجا معلمين هادوك ديجا واعرين وبالتالي اختارينا جوج الناس اللي نتوما ديجا كتعرفوا النيفو ديالهم وان شاء الله غادي يبدلوا حياتهم الى يركزوا معانا في داكشي اللي كنقولوا لهم وطبقوا غير داكشي اللي كنقولوا لهم ما يزيدوا ما ينقصوا. التجربه الهدف منها هو نبينوا لك بلي التغيير راه ممكن. ها انت شوف ناس من مختلف واحد كان بناي واحد كان تلميذ جوج ديال الاخوان ديجا كتعرفوهم اللي هو فرعون وبرقل وشوف راه قدروا يغيروا حياتهم يعني اي واحد ممكن يغير حياته وكنسجلوها هاد البيريود كامله باش من بعد نبارطاجيوها كاع داكشي اللي درنا معاهم اشنو خدموا في الاي كوميرس لي برودوي علاش خدموا شحال جابوا من مبيعه واش تسد لهم كونت الفيسبوك مي تسد لهم كونت الفيسبوك شنو الحل ملي كانوا خدامين تيك توك اد شحال جابوا من مبيعه اشنو داروا في الاي كوميرس من الاول حتى الاخر هذاك الشيء اللي داروا في التجاره الالكترونيه من الاول حتى الاخر غادي تبارطاجا معكم من بعد 100% فابور. الهدف من هذا الشيء الاخوان هو انسباير واحد الامه ديال الناس تنوض دير شي حاجه. الحمد لله غيرت عشرات الالاف ديال الناس كنستافدوا في التغيير ديال الحياه ديالهم ولكن ما باغيش نوقف عند حد تما باغي نزيد انسبايري
أمة ديال الناس. وهذه السلسلة دي إن شاء الله دي لحتى السبتايتل بالانجلي والسبتايتل باللغة العربية باش نتوشي بزاف ديال الدول العربية حتى هما ناس فيها تموت تبدل حياتها وحتى ناس اللي تيقدروا يدوروا الانجلي في دول أخرى حتى هما يتانسبايرو وينوضوا يخدموا على راسهم. الإخوان اللي متابعين معنا نهار الأول مشينا كاملين ضربنا الزيرو حسنا لكاع الشباب اللي جاو أنت أخي النهار الأول داكشي ديال الأرم كلشي ضرب الزيرو إلا الأخ ديالنا برقل أنا شخصيا اللي قلت ليه لا هو مسكين بغا يضرب الزيرو انا قلت ليه لا علاش لان انت كتمثل واحد الفئه ديال الشباب اللي دايرين بحال هكا اللي ما تيسمعوش اللي منهم الا عطيتو الاخوان واحد الحادثه ديال واحد القايد كنشد واحد منهم حسن ليه في الشارع ومشى نطاح هذيك الفئه يقدر برق لي انا تيسمع ليا انايا تيشوفني كخو الكبير قال لي يا خويا السيمو بغيتي نحسن نمشي نحسن انا قلت ليه لا لان انت انا عارفكم ديك الفئه ما كتسمعش لأي واحد سمعتي لي انا ولكن راه 90000 واحد يقول لك سير تحسن ما جيتش تحسن وبالتالي بلا ما جيت تمشي تحسن خليك انت لانك كتمثل ديك الفئه ديال الناس اللي كيضربوا ديك الحسينه بحال هكا وانا الهدف ديالي هو نوصل ديك الفئه ديال الناس ونوض يخدموا على راسهم ويبدلوا حياتهم. ديجا الاخوان بدينا الحصص التعليميه وبدينا كنعلموهم الايكوميرس من الصفر حتى ناخذهم ان شاء الله لواحد النيفو اللي ناضي ولكن كاين هنا واحد الاشكاليه اللي ديما كتجيني قبل ما نبداو هذه السلسله تنقول راه غادي نجيب ربعة الناس غادي نعلموهم غادي ينجحوا كذا كذا تيقول لك بنادم واخويا هذوك راه تعلموا من عندك انت واش حنا غادي تجينا فرصة نتعلموا من عندك انت اخوان راه يكفي انك انت باغي تعلم ما تهمش منين وهذا التفات ديال ان هذا الشيء طرا لقينا الحل كاين صديق ديالي انس هو اللي تعلموا من الاي كوميرس خلال هذه الفترة هذه كاملة حط انا وعد على راسي واجي يبان لكم ما عمر غادي ندوي معاهم في كلمة اي كوميرس منوع عليا ندوي معاهم في كلمة اي كوميرس باش ما يقولش واحد لا راه تعلموا الاي كوميرس من سيمو لايف سيمو لايف از ذا نمبر 1 في العالم العربي وبالتالي راهو متعلمو من نمبر 1 ماشي اي واحد اللي يتعلم فاس فاس وان اون وان مع النمبر 1 وبالتالي اناس واحد من الناس اللي كيديروا الاي كوميرس ناضيين اناس اصلا هو اللي كان عطاني الفكره لانك انت تجي نموت بسبب واحد الظروف كنت تجي نموت والحمد لله ملي خرجت من السبيطار بخير تلاقى معايا اناس قال لي الحمد لله دازت التجربه هذه سالمه غانمه خرجت من السبيطار بخير خويا سيمو بان ليا كون جبنا واحد جوج ديال الناس من المغرب ونجلسوا نعلموهم الاي كوميرس ويبدلوا حياتهم ونصوروا داكشي ونبارطاجيو مع الناس وهي هذيك خلينا الفكره تولي اربعه وبدينا كنزيدوا نديفلوبوا الفكره وفي الاخر يسمعوا الفكره فين تزاد ديفلوبر. المهم هادشي كامل درناه باش السلسله تكون مؤثره باش ماشي واحد يقول لك هذاك راه تعلم من سيمو لايف انا راه ما نبدلكش الفرصه باش تعلم من سيمو لايف شوف الا بغيتي تتعلم راه غادي تتعلم ولا بغيتي تخدم راه غادي تخدم اي واحد باغي يتعلم ما تحتاجني لا انا لا اناس لا حتى اي واحد غتمشي تتعلم التجاره الالكترونيه عطى الله لي فيديو في الانترنت هذه السلسله هذه دايرينها هي باش بحال قلتي عندها واحد التاثير كثر انك تشوف قدام وكتشوف فعلا هما ناس هالنيفو فاش خداهم وهالنيفو فاش ولاو كما قلت لكم انا ممنوع ندوي معاهم في التجاره الالكترونيه كندوي معاهم في مايند سيت العقليه لان الاخوان العقليه هي اللي كتحدد النجاح بزاف ديال الناس كيصحابوا استراتيجيك اللي كاين هنايا ضغط هنايا كدا هي باش تجي ينجح مستحيل الاخ تنجح لان غادي تسد لك اول كونت ديال الفيسبوك ولا اول باي بال ولا اول سترايب ولا اول تحدي غادي تنساه وهادشي اللي كيطرى للناس النجاح الاخوان ما بغيتش نقول 99% مايند سيت و1% خدمه وانما غادي نقول خليني ننزل شويه 90% مايند سيت عقليه 90% عقليه النجاح 90% عقليه و10% ماكسيموم والله يا الاخوان هي 10% استراتيجي وخدمه وكليكي هنايا وكليكي هنا وطاكتيكس وداكشي ولكن الاخوان والله ما كانت عندك العقليه لا نجحتي وبزاف ديال الناس كنعرفهم شخصيا ما داروا والو في الحياه لان عقليتهم زيرو كيبقاو زيرو علي انا مركز مع الشباب على العقليه ديالهم واهم حاجه كنعلموا لها اليوم هي المينتال تافنس قصحيه الراس ماشي قصحيه الراس ديال اللي دوا معاك ترد عليه الهضره لان قصحيه الراس شويه في المغرب عندنا صعيبه كلمه صعيبه قصحيه الراس ديال انت تكون قاصح مع راسك نتايا ماشي تكون قاصح مع الاخرين على حق كداش يوميا خصك تكون قاصح مع راسك الا بغيتي دير شي حاجه يوميا بغيتي تنوض مع 8 الصباح يقول لك راسك ولا باغي نعس قصحيه الراس هي نوض راسك قول لا خصني نمشي تتقول يوميا غادي نمشي ندير واحد السيفيات خصني ندفع سيفيات كدا وكتقول واخا حتى الغدا هنا غتورينا قصحيه الراس لا غادي نديرها اليوم اي حاجه الاخوان كتبغي ديرها في حياتك كتحتاج قصحيه الراس كتحتاج المينتال تافنس للاسف الترجمه الحرفيه ديالها اللغه العربيه ديالنا كتعطي قصحيه الراس يعني راس قاصح ضد راسك ماشي ضد عباد الله وماشي ديك قصحيه الراس المعنى ديالها في المغرب المعنى ديالها جديده الاخوان اللي نيت فريمون راسو قاصح هو اللي تيكون راسو ضد راسو وكون متاكد الاخ الا ما كانش راس قاصح عند اول تحدي واول عقبه غادي توقف وبزاف ديال الناس يبداو الاي كوميرس كيبداو التجاره الالكترونيه يقول لي اخويا سيمو تسد لي فيسبوك ادز خويا سيمو تسد لي تيك توك
في نظرك هاد العبده شحال تتليه من الفيسبوكات بلا حساب؟ علاه كنقول لك الاخوان اتس ا مايند سيت، على حقيقه بزاف ديال الناس كيبداو وفي اول تحدي ديالو كيوقف، وهادشي هو اللي خلانا ندجو الشباب وبروغرامينا ان شاء الله بشكل اسبوعي، وفي البدايه تكون كل جوج سيمانات ان نبداو نديوهم يديروا الايس باد. الايس باد هو كنغطسو في الثلج، انا دابا عندي اكثر من عام وانا كنغطس في الثلج وما عمر ولا مره واحده جيت نغطس في الثلج وقال لي يا راسي وي 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 زيد راسي. في كل مره كنبغي نغطس في الثلج كنحسو تيقول لا 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 بليز لا عافاك لا ما ديرهاش، وكنغطس. هنا كتبدا كتعلم باللي راه ماشي انت اللي كتقول، انا اللي كنقول. وهادشي علاش خدينا الشباب حتى هما داروا ايس باد، كلشي كان رافض في الاول ولكن من بعد التشجيعات كلشي دارها الحمد لله، وكلشي غادي نبداو في الشهر الاول نديروها كل جوج سيمانات، ولكن الشهر الثاني نبداو نديروها مره في السيمانه. ملي كتكون كتسكرولي فيسبوك وانستغرام راه راسك كيمشي هنا كيسافر مشكل طرا مشكل هنا خبر هنا شي حاجه زدت هنايا، هادشي كيأثر عليك شخصيا. ملي كتجي كتبغي تركز في الخدمه كتلقى راسك مشتت، هادشي كيأثر على الحياه الاخوان. وبالتالي تنعلموهم الميديتيشن. الميديتيشن هي تجلس وتحاول تنزل من الريتم ديال العقل ديالك، لان اليوم كلشي ولا كيعاني في هذا الطاجيج اللي كنعيشوا فيه، الطاجيج ديال التلفازه السوشيال ميديا كلشي كيدوي كلشي كيلغط، ولا العقل تي اوفر ثينك تنفكروا بزاف، تنفكروا في 70000 حاجه وفي النهار كنعيشوا حتى حاجه وحده. المشكله كاين اللي ماشي يعيش حتى حاجه وحده في النهار، وبالتالي خاص الريتم ديال العقل ديالك تنزلو باش تعرف تركز في الخدمه. هادشي علاش الاخوان تعلموا ميديتيشن، بدينا معاهم 5 دقائق في النهار والحمد لله راهم غاديين. واحد الحاجه هي وقت ما درتي شي حاجه قلتي خاص ديرها خاصك تجازي راسك. كان عندهم بزاف ديال التمارين اللي الحمد لله قدروا يديروهم، هي من وراها مشينا جازيناهم بواحد العشاء في واحد الريستورون مكسيكي. وما تقولش ليا راه انا ما نقدرش نمشي نتعشى في واحد المكسيكان ريستورون، لا لا، انا نهار الاول ملي كنت كنخدم في دواري زيكي كنت كنجازي راسي بالتورتيه ديال 5 دراهم، كنت ديك الساعه كدير 5 دراهم ما عرفتش، يعني خاص تجازي راسك بشي حاجه. غادي نسالي هاد الخدمه هادي كثيره وملي نوصل هنايا غادي نمشي ندير شي حاجه يقدر تكون هي خرجه للسنقه تلعب ماتش مع الدراري، منع ماتش على راسك، منع اي حاجه، طريحه في القهوه منعها على راسك حتى ندير عاد نتجازي. خاص تعلم راسك هاجي جازي راسك مورا ما تخدم. اما الناس راه يوميا كتريح في القهوه، الناس يوميا كتفرج في نتفليكس كذا، بحال قلتي انت تخلص قبل ما تخدم، ملي كتخلص قبل ما تخدم ما كتمشيش تخدم ناضيات. اللي خلانا الاخوان نوقفوا دابا لمده اسبوع ما بارطاجينا حتى شي حاجه هو السقوط ديال برقل البيسي ديالو تهرس. الحمد لله كما قلت جاتي البيسي وما جاتش في صحته هو، لان كان ممكن نوقفوا التحدي كامل، فريمون التحدي صعيب وحق الله ما طلعش بحال داكشي اللي كنت كنتخايل وبديك السهوله اللي كنت كنتخايل، لان الشباب ما عمر سافروا في حياتهم، اول مره غادي يسافروا، وملي جاو هنايا جايين لوحده من احسن الجزر في العالم، جزيره بوكيت في تايلاند، دونك بغاو يمشيو يتبحروا، بغاو يمشيو يدوروا، واشكاليه اخرى هي تلاقوا مع مغاربه، لانهم للاسف ما كيدووش لونجلي، وملي جاو هنا قلنا الحمد لله ان غادي يكون مسدود عليهم ما عارفينش كاع سميتو، ولكن ملي جاو هنا تلاقوا مع بزاف الاخوان المغاربه تيقول اه مشيت للبحر فلان اجي نتي. مشيتي كدا اجي نتيك وبداو تيخرجوهم وكدا، والشباب تلاو، الشباب فريمون تلاو، ما بقاوش قادرين يركزوا، لدرجه انك عطيتهم دي زيكزيرسيس ما تيساليوهمش، تتقول لي علاش؟ تقول لك واه البارح راه بقيت سهران مع الخدمه وما ساليتهاش، وهذا ماشي هو السبب الحقيقي، لان الشباب الاخرين تيقول لنا راه فلان كان معانا وفلان راه مشى خرج معانا، وحنا كنحاولوا معاهم كاين حتى تينعسوا معطلين لان تيبقاو سهرانين، كينعسوا معطلين دونك تيجيو معطلين، حنا كنا السيمانه الاولى كنقول لهم جيو مع العشرة. كاين اللي 10 ما كيجيش، تخيل معايا انت كيفاش واحد بغيتي يجي مع 10 وما تيجيش وباغي ينجح، راه مستحيل. السيمانه اللي هذه غطينا تسعود، كاين اللي تسعود وما كيجيش، التمارين ما كيكملوش بسبب داكشي اللي قلت كامل، بسبب ان بنادم فهمتي تلا مع حوايج اخرين. ولكن الاخوان حطينا واحد القانون انا وانس هذه السيمانه هذه، كل واحد فيهم عنده ثلاثه النقط، عندك ثلاثه النقط، الا جيتي معطل مشات نقطه، ما لقيتيش التمارين مشات نقطه، سالي ثلاثه النقط ديالك الطياره ديالك غادي نشدها لك باش تمشي ترجع للبلاد، تمشي ترجع للمغرب. لان الاخوان اي نجاح كيبغي تضحيه وتيبغي تركيز، ما يمكنش انت عندك بيريود ديال 3 موا ما قادرش تركز. هذا الاخوان هو السبب الوحيد اللي يقدر يفشل فيهم شي واحد، ما كاينش شي واحد غادي يفشل في التجاره الالكترونيه اللي دار داكشي اللي قلنا، غادي يفشل لانه ما تيجيش في الوقت، يعني انت اصلا ما اونغاجيش وماشي، لان اصلا كتلها راه هو دابا بحال قلت انا كنخدم لهم على المايند سيت ديالو، لانه هو باقي مولف العقليه القديمه الصراحه صاحبي مع الدراري، ما يمكنش نسمح في السهره، دونك تيبقاو سهرانين مع المغاربه الاخرين تيجيو ينعسوا حتى 3 الصباح 4، دونك صعيب انك تجي مع التسعود. هذاك الوقت فاش دير التمارين مشيتي انت بقيتي سهران مع الدراري، دونك ما درتيش التمارين ديالك. بغيت نقول هو واحد جوج ديال الدراري ناضي ناضي، ولكن جوج ديال الدراري
الله يجوم على راسهم. وبلا الاخوان ما بقاو نقولوا واش هما هادو باينين هما هادو كاين هما هادو راه ما عادش فهمتي شي برقل ديك الحسينه ديال هكا كاين بزاف ديال الشبرقل الله لا تفرو كدا وحق الله الى انا